مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ اليوم فيديو مختلف عن قبل يا مصطفى. وجي توكس ما فيش فيه اعلان امور ولا اي حاجه في اي حته، وانا شريت اشي حبيت ان انا افتح في هذا الفيديو. انا ما بسويش هاي الفيديوهات يوجوالي، مع اني عملت واحد قبل هيك زمان، بس انا ما بعملش هاي الفيديوهات يوجوالي. بس شكلي راح ارجع احط لكم كل الاشياء الموجوده عندي بالفيديوهات، علشان اللي حابب انه يشوف او يستفيد من هاي الاشياء او يشتري اشياء زيها ممكن تفيده في شغله او في الاشياء اللي هو حابب يعملها، يلاقي سورس مجرب عمليا. هذا لسه ما جربته الاشي اللي حفتحه هلا، اللي موجود اصلا اسمه في الفيديو. فخلينا نشوف الاشي اللي شريته يا اخوان. هو هذا الاشي اللي هلا بدي اطلعه. ايوه، ومش اشي تقيل، بس انا قاعد بتخوف يعني عشان اعمل فيلم هندي. بس anyhow شريت شو اسمه، مايكروسوفت سيرفيس برو، مايكروسوفت سيرفيس برو 7. بعرفش اذا منيح ولا مش منيح، بس هلا بنفتحه مع بعض لانه انا عجبني شكله كثير، وراح احكي شو مواصفاته، راح احكي كمان كم سعره، وما جبتش معي اي شيء ينفتح فيه اي شيء، بس هلا راح اجرب، وراح احكي ليش راح استخدمه كمان. وليتر اون بالحياة هيك بعد ما استخدمه راح احكي لكم اذا هو منيح ولا مش منيح. بس بكل الاحوال راح احط لكم لينك عشان اذا بدكم تشتروا هذا المايكروسوفت سيرفيس برو 7، راح يكون مفيد اكيد في كثير حالات. خلينا نشوفه مع بعض. طبعا بقدرش اقعد اكسر فيه، انا دفعت عليه كثير. هلا بحكي لكم كم سعره. مليون وربع. هيدا الكيبورد اول شيء اللي هو هذا. هلا كمان شوي، طبعا بعرفش كيف بركب، هلا برضه راح نعرف كيف بركب، فخلي لي شوي على جنب هون. هذا هو مايكروسوفت سيرفيس برو 7، اللي هو عباره عن ممكن يشتغل معك كتاب، وممكن يشتغل معك كمان لابتوب، وبرضه في معه قلم. هلا بنشوف شو معه كمان اشياء. طبعا انا بس عشان تكون عارف انت بايش ممكن يفيدك، انا اركيتكت ومهندس بشتغل في مجال اداره. البوزيشن تبعي اكزكتيف مانجر في شركه كونسلتنسي، شركة اسمها 7 Dimensions موجودة هون في قطر، وأنا فيها بارتنر وإكزيكتيف مانجر. المين اندستري تبعنا هو البيم أو البيلدينج انفورميشن موديلينج، نشتغل في مجال الكونستراكشن والكونسلتنسي. سو هذا السيرفيس راح استخدمه لكثير مجالات. المجال الأساسي اللي خلاني أشتري إنه أنا أكيد معي جيمنج لابتوب، راح أفرجيكم إياه ليتر أون، وأكيد في عندي ورك ستيشن كمان في المكتب، أكيد في عندي لابتوب عادي. بس هذا الموضوع انا لاني بلشت ادرس انجينيرنج مانجمنت زي ما حكيت في واحد من الفيديوز، ولقيت انه صعب اني انا عم باخذ معي الجيمنج لابتوب 17.3 انشز على الجامعه رايح جاي فيه دائما، ولاني بعمل ريكوردنج كمان للسيشنز، وبساعد شوي مرات الدكاتره بهذا الموضوع، ومرات باخذ معي الكاميرا واللينسز، فصفى معي لود قد الكوكب. وغير هيك بروح كمان على ميتينجز، فشوي صعب انك تاخذ معك لابتوب كبير 15 انشز، او تاخذ معك لابتوب 17.3 انشز على الميتينجز كمان. غير هيك وجود البن اللي برضه راح احكي عنه، اللي هو موجود هون، هذا البن راح احكي عنه كمان شوي. راح ساعد كمان في الانوتيشن او في التكستنج او في الاشي اللي بدك تكتبه، وقديش هو ريل تايم ريسبونسيف، فممكن يكون الموضوع له فوائد كثيره. هيدا هو اي ثينك هيك صار كثير اوضح الموضوع. هذا هو السيرفس برو. شو مكتوب عليه؟ المحتويات: جهاز مايكروسوفت سيرفيس برو 7 يعمل بنظام ويندوز 10 هوم، ومصدر امداد بالطاقه، ويدعم بلوتوث واي فاي 802.11ax. ما بعرف شو هذا الاشي. تجب الموافقه على اتفاقيه الترخيص، وبلا بلا 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 بلا. الجهاز يتطلب وصول انترنت عالي السرعه، عندنا فايبر اوبتكس فما عندناش مشكله، وتطلب بعض المزايا: توفر حساب مايكروسوفت على الاغلب عندي، ويلزم التنشيط استخدم برنامج النظام وتحديثات، المساحة التخزين كبيرة لذا سأكون هلا بحكي عن ايش. تفضل بزيارة service.com/storage/gigabyte 1 ملياربايت وتيرابايت واحد، وما شاء الله معلومات عميقة. تاريخ صنع 2019، والوزن نص كيلو تقريبا، وبلد المنشأ بقول لك الصين. ده سيني تقولي لي واحدة محيط. هلا هذا المايكروسوفت سيرفيس برو اللي انا جبته، في منه كثير خلينا نحكي مودلز، وفي منه كثير مواصفات، مجموعه مواصفات. هذا تحديدا اللي انا اشتريته هو 10th generation i7 10th generation،
و 256 جيجا رام اس اس دي الهارد ديسك تبعه و 16 جيجا الرام تبعه. طبعا في منه الاقل اللي هو بيكون اي 5 وناس اي جنريشن بيكون 8 جيجا الرام، وفي منه 256 جيجا وفي منه 128 جيجا بايت، وفي من نفس هذا الفيرجن في 512 جيجا بايت الهارد ديسك، وفي ال 1 تيرا بايت او تيرا بت، طبعا بحب احكيها بايت انا حر ما حد له دخل. ايوه يا جدع منز الله يخرب عقلك يا جدع بانجليزي دي يا مرسي. اللي بيكون السعه تبع التخزين تبعه. هلا اللي مهم في الموضوع انه على حسب ذمه الراوي تبع السيلز الموجود في المكان اللي اشتريت منه هذا الجهاز، اتس اتيك ات اور ليف ات كومبينيشن. يعني ما بزبط تروح تاخذ مثلا هذا الاي 7 ال 10th generation 256 جيجا اس اس دي و 16 جيجا رام وتحكي ما انا حاخده وبزيد عليه مثلا رام اذا في سلاتس او في وات ايفر زي اللابتوب العادي. لا، اذا بتاخذ 16 جيجا رام فهو 16 جيجا رام، اذا بتاخذه 256 جيجا اس اس دي فهو 256 جيجا اس اس دي وما بتغيره على ذمته هو. انا ما بعرف. اني هاو ان كيس عجبكم راح احط لكم لينكات لكل هاي الفيرجنز في الديسكربشن بوكس عشان اللي بيحب يشتري يروح يشتري من هذا المكان. انا شريته هون من قطر فما عملت الشيبينج ولا عملت اي شيء، فاذا انت حسب المكان اللي انت راح تكون فيه راح يكون الشيبينج وراح يكون قديش الوقت اللي حيوصلك فيه وشو المواصفات الافيلبل ووائل اخره. اللون انا اخترته اسود، في منه كمان فيرجن الكيبورد تبعه بيكون دارك جراي، بيكون مور انتو افابريك فينيش. هاد لا مور انتو مش ميتاليك بس هو تقريبا معدني او بلاستيك او سيمي مات او سيمي جلاسي، انت سميه زي ما بدك. المهم هاي تقريبا اي ثينك كل المعلومات اللي بتهمنا قبل ما نفتحه. خلينا نفتحه هلا هكذا. طبعا زي ما حكيت لك انه هو بيشتغل معك على اساس تاب، بيشتغل معك على اساس لابتوب، فهو ديتاتشبل تاب سكرين او ديتاتشبل سكرين، يعني انت بتقدر تفك السكرين وترجع تركبها. وبسم الله الرحمن الرحيم وحنفتح الليلة ترارارارا ترارارارا وصلي صلي يا سلام. والله شوف أنا بحب أفتح الأشياء الجديدة وبحب أشتري هاي الأشياء الإلكترونيكس والتكنولوجيكال. وباي ذا وين نسيت أحكي لك إنه بيجي فيه كمان USB-A بيجي فيه كمان USB-C B مش P USB-C وفي كاميرا سفاحة صراحة الأمامية I think إنها 8 ميجا بكسل بس أنا لما فتح لي إياها وشفتها كثير حلوة كثير لطيفة. و باور اون اند اوف وتعليات الصوت وعندك التشارجر. فهذا هو الاشي اللي ابو الجواسر اشترى. خليه ياخذ هو الفوكس. نرجع مرة ثانية. طبعا انا في قمة سعادتي، يعني انا مش عارف ليش حبه كثير. انا عمري ما جربته مع انه انا عندي جيمنج لابتوب 2 ولابتوب عادي وعندي موبايل سامسونج نوت 10 بلس اللي هو مع قلم اصلا، فعشان بدنا نحكي عن القلم وكمان السعة تبعته 256 جيجا وعندي اصلا جوجل درايف. هلا بنحكي ليش انا اصلا هذا شو دخله في الموضوع انليمتد، وعندي كمان ورك ستيشنز في المكتب. مش عارف ليش انا مبسوط كثير على هذا الموضوع بس انا صراحة كثير 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 مبسوط عليه. فهذه هي السكرين او التاب. ماشي خلينا نحطها شوي على جنب يا رب ما توقع. احنا جنب مين خليها هون احسن. شيء ثقيل هذا. اي ثينك انه هذا التشارجر. وباي ذا واي على ذمه هذا الراوي برضو انه التشارج تبع البتري الفول بتري على اليوزج، خلينا نحكي المتوسط مش هرد عليه واقول لك الهيفي، على اليوزج المتوسط كفيك 10.5 اورز البطاريه تبعته، فات از اكستريملي جود. هذا هو الشاحن هلا بنشوفه او بنشحنه. واذا كانت هيفيلي يوز اكستريملي هيفي يوز بتكفي 3 ساعات البطاريه على ذمه الراب. فهاد اول جزء من الباكج اللي اشتريناه. هذا هو التاب. هون في كاميرا وعلى الظهر كمان في كاميرا. هون بحكي لك تعلاوت وطاي وباور بس انا ما عرفتش اصلا صحيح هاي الباور هون فوق الباور ايش كبس الباور. هون تعلاوت وطاي وهون هلا بنحكي عنها. هون اليو اس بي العاديه مدخل يو اس بي العاديه وهون مدخل يو اس بي سي جنبها بالضبط وهون مدخل الشاحن. هلا الحلو بالموضوع انه سمبلي انت بتقدر تشتغل عليه هو تاب عادي، بتقدر تعمله از سكرين. انت بتقدر تيجي من هون اي ثينك يا رب ما نخربه
اوكي ايوه هذا الاشي بيفتح هيك، هذا الظهر بيفتح، بتقدر تعمل فيه هيك تحطه بهذا الشكل فبصير يوقف معك، بصير تشتغل عليه عادي طبيعي. فهذا البارت الاول اللي انا كثير حابه في الموضوع. الشغله الثانيه اللي بتقدر تعملها انه اذا تاب او تابلت او بعرفش اذا اسمه صح اللي انا عم بحكيه، و يو هاف ا كيبورد ان اوبشن فور ا كيبورد. فاللي بصير انه هون على هذا الكيبورد في هذا الجزء، وهذا الجزء في عليه بينز، وهي البينز شو بصير فيها؟ تركب عليه هاي السكرين هيك بشكل ماجنتيك اللي انا مش حافظها. هي 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 ايوه ايوه يا عيني بركب بهذا الشكل. فهيك بهذه الصورة بصير عندك كيبورد هيك، هي شايف شايف حتى بتقدر يعني از ديتاتشبل. ففي عندك كيبورد وفي عندك ايش؟ في عندك سكرين. تررررا خلينا نفرجكم اياه وهو بيشتغل. راح يشتغل معنا بهذا الشكل. طبعا زيه زي اي لابتوب عادي، راح يطلب منك تعمل الكونفيجريشن تبع انك انت عم بتشغل جهاز لاول مرة. هذا هو البداية. طبعا بيسألك بيقول لك شو اللانجوج، بما انه انا اصولي امريكية على الاغلب فراح احط انجلش يونايتد كينجدوم، بعرف شو دخلها بامريكا بس. Your keyboard is set to United Kingdom. Would you like to stick with that? Stick with that يا اختي stick. اه يس. Yes. Also type with another keyboard layout. No. والله اسمع بتفهم. احا من الباسورد. You can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. بتفهم. شو الباسورد تبعي؟ Connecting to a continue with a limited password for your account. على راسي. طب شو؟ Those passwords didn't match. Let's try this again. ماشي. Type your password. أنت بتدلعي علي، أنت بتدلعي علي، بس مش مشكلة. البيت ده راجل تلقائي وظريف أوي. لو تعال نتأكد منه قبل ما هي تلقطنا. طبعا قبل ما احكي له يس المرة هاي بتأكد عشان ما تزعلي مني يا بيبي. هاي نيكست. Now you can set up three security questions to help you reset your password if you forget it. خلص. Choose the first question and type your answer. الله أكبر. ماشي منت علينا. أنت الوحيدة اللي بتعرفي أصلا. Quick as a wink. Yeah. Just your face. Your camera works with Windows Hello. Ah. Want to set that up now? Yes. شو بتستني يعني تخوتي. Yes. Yes. Set up now. Okay. Hold still for a second. ليش تعصبيني؟ We need to learn to recognize you. Just in case, set up a pin for backup purposes. Yes. مع الرياكشن تبعي اول ما طلع انه فصلت الكاميرا ورجع. طبعا فصلت يعني انه اللي نص ساعه بس اسجل، فانه اول نص ساعة كل فكري كل القصة هاي لي 10 دقائق. المهم it still says this might take several minutes عبين ما يفتح الجهاز. ليش انا رحت مع المايكروسوفت سيرفيس برو 7 مش مثلا مع المايكروسوفت سيرفيس برو ماكس، ولا مع الهواوي ميت وات ايفر مش عارف ايش اللي شبه هاد، ولا رحت مع الابل ايباد برو بعرف شو اسمه اللي برضه اللي شبه هاد. الابل لاني انا ما بتعاملش معهم من جماعة، انا وياهم مش صحبة وبعرف شو السيستم تبعهم، ومراد قاعد يلعب في راسي ان انا اروح اجيب الايفون برو ال 12 هذا الجديد او الايفون 12 برو مش عارف شو اسمه. المهم لهلا بعرف شو اتعامل معه. و ليميتد ابلكيشنز اللي انا بتعامل معها اللي ممكن تكون بدها تنزل على هذاك الجهاز، وهذاك اصلا ايباد مش لابتوب احسن معلوماتي، فما رحنا هواوي لانه ما في جوجل سيرفيسز، وانا اهم شيء اقدر افتح الجوجل درايف باي مكان، لانه انا ما شريت ستورج كبير، لانه انا اصلا في عندي جوجل درايف كلاود انليمتد. فالخيار الانسب كان شيء من المايكروسوفت اللي هو انا اصلا متعود استخدمه في كل الاشياء او في كل الديفايسز اللي انا بشتغل عليها. طب ليش رحت مع السيرفيس برو 7 مش مع سيرفيس برو ماكس؟ سيرفيس برو ماكس اوبريتنج سيستم 32، كاد اوبريتنج سيستم 64. ف
كل الابلكيشنز اللي بديها تقدر تنزل هون. طبعا هذا ان كيس نزلت ابلكيشن مش هناك. ليش رحت مع 256 مش مع 128؟ سنس انه انت في عندك جوجل درايف انليمتد، فانت مش محتاج ستورج على الجهاز. لا محتاج ستورج على الجهاز، هي رقم واحد. رقم اثنين، لانه السوفت ويرز اللي ممكن اكون بدي انزلهم، عجبتني الار اللي راحت في الحقي والله كانت مش مقصوده، المهم راح تحتاج سبيس. ف 128 خوفتني. ليه رحت مع 16 جيجا مش مع 8 جيجا مع انه بفرق معك السعر كثير؟ رحت مع 16 جيجا رام لانه مش كثير انا بركن على 8 جيجا رام بيرفورمانس، لانه انا طول حياتي بشتغل على 32 جيجا رام او على 16 جيجا رام او على 24 جيجا رام. عمري او يمكن مش عمري يعني، بس ايام الجامعه اول لابتوب جبته كان 8 جيجا رام، وهلك كل معارفي مش بس امي، عشان احتراما للكاميرا ما قدرتش احكيها لك امي. فهذا هو كل شيء بدي احكيه لليوم لهذا الفيديو. هذا هو الديفايس. لا مش كل شيء، كيف كل شيء؟ اهم شيء ما حكيتش عنه اللي انا شاريه عشانه، واللي مش هعرف اعمل السيت اب تبعه على الكاميرا عشان ما تضحكوش علي، بعمله بعدين. بس تعال يا بيبي، هذا البيبي اللي هو البن او البن مايكروسوفت سيرفس بن، ولونه كثير حلو وابن عالم وناس، وتز بلوتوث بن، واي ثينك برضه ماجنتيك فبيشتغل من الجهه ذيك. مزعنا مسحبها هيك، شو الغباء اللي بعمله. فهذا هو البن الكثير اليجنت، اي ثينك انه اليجنت اكثر مستقبلي مبدئيا. ما علينا، حط هذا هون وراي. كميه الاشياء اللي صارت تنكب اكثر من كميه الاشياء اللي راح استخدمها. اما الله انهم جماعه التكنولوجيا هذول مش عارف مالهم، مش عارف يعني شو البعزقه هاي. طيب وبقول لك تعمل هيك اي شوي شوي، ولا تلاقي تشتغل على بطاريه 4A او كوادربل A، مش التريبل A الاصغر. تحطها وبقول لك على الهيفيلي يوز تقعد معك 6 شهور. برضو على ذمه مين بالضبط؟ على ذمه الراوي. تروح طبعا على السيتنجز، ومن السيتنجز تروح على الديفايسز، من الديفايسز بتروح على البلوتوث، من البلوتوث تحكي له اد ديفايس وبلوتوث، و it is looking for هذا اللي انا مش عارف شو اسمه. يا قلبي ما هيو سيرفس بن. اوكي انا طلع عندي مليون ديفايس بلوتوث شكله شغال في البيت ما بعرف شو هم، بس المهم I have added this pin. بعدين نحكي عن اي شيء، المهم هذا نحط هون يا انا شاري بس عشان احطه على الجنب باي ذا. واخر شيء عن جد، لا هالمره عن جد اخر شيء، الماوس اللي مش وايرلس، الماوس البلوتوث. المهم لما تشتري ماوس اشتري ارخص ماوس، بس للاسف ارخص ماوس لقيت طلع حقه 119 ريال اي ثينك 20 دينار. المهم بعد كل هذا عرفنا نفتح هاي الماوس، والله صراحه لذيذه بس مش مستاهله كل الغلبه هاي عشان افتحها يعني. شو هذا؟ يعني وبعدين الزنخ في التكنولوجي انه كل شيء بتشتريه نوع بطاريه مختلف، يعني ما بشتغلوش على نفس نوع البطاريه، يعني انا بدي اقعد اشتري مليون الف حجم بطاريات. المهم بشتغل الضوء الازرق، هذا مايكروسوفت ماوس، بس هو حكى لي في ماوس اصلا للسيرفس برو بس حقها مليون. قلت له لازم تهبل يا زلمه، ما فيش شيء اسمه ماوس لكجيريس يعني. سياره لكجيريس ماشي، ساعه لكجيريس ماشي، خزانه لكجيريس غرفه ماشي، ماوس. المهم فهذا الماوس وايرلس، وهذا الكيبورد، وهذا الباد او السيرفس برو مش باد بالمره هو كثير جود، وهذا القلم. هيك السيت اب تبعك صار جاهز لتعمل شو ما بدك. تقدر تنزل عليه على ذمه الراوي، لسه ما جربت احكي لكم فيديو ثاني، الادوبي برودكتس والاوتوديسك برودكتس. طبعا مش هيفلي يوز لانه كرت الشاشه اللي فيه مش ديديكيتد، مش منفصل، هو شيرد كرت الشاشه، ف مش كثير راح يكون هيلبفول بانك انت تعمل اديتنج. تقدر تعمل عليه كمان فيديو اديتنج المفروض، بس اشي خفيف يعني تشدش حالك كثير. وتعمل ريكوردنج، وبتعمل ستريمينج، تعمل اي ليرنينج. انا عشان قناتي الثانيه اي ليرنينج فمتغلب كثير، اي ليرنينج او اونلاين سيشنز او اونلاين برودكاستنج اذا هيك الكلمه الصح. تقدر تعمل اللي بدك اياه. ف لغاية اليوم أنا بنصح اللي بده يشتري يشتري يعني، بس لما استخدمه برجع بقول لك إذا عن جد بنصحك تشتريه ولا لا. من هون لغاية ما أقول لك اشتريه وترد على أهلي وتشتريه، سلام.